شايف ان في تفرقة عنصرية بين الراجل والست؟ لا، في كلية هندسة عندنا ما فيش تفرقة عنصرية. يعني مثلا ست حققت نجاح معين في مجال معين، ممكن هما ينقصوا من المجال ده ويقولوا يعني ليه؟ فاهمين؟ طبعا في كتير جدا، في ناس اللي هما بيبقوا اعداء النجاح، وفي رجالة كتير بتطلع لما يبقى في ست ناجحة، بس برضو في كده وفي كده. لا، دي المفروض ما تقعدي في بيتك احسن، لا ما شوفي اولادك، شوفي كده. بس انا شايفه بالعكس، وفي رجاله كتير جدا بتشجع ان الست تشتغل وتبقى يعني بيساعدوهم كمان في البيت، يبقى هو ليه شغله وهي ليها شغلها، وبيرجعوا البيت بيساعدوا بعض عشان خاطر الاولاد والكيان بتاع الاسره يطلع حاجه كويسه. شايف ان في تفرقه عنصريه بين الراجل والست؟ لا، مفيش تفرقه خالص عنصريه بين الراجل والست. في الجامعه كطالبات فواخدين كفه حقوقهم، واحنا كلنا بنقدرهم وبنحترمهم. بالعكس، تلاقينا انا مهندس ماشي مع اخت المهندسه، وكذلك اخ زميل في طب ماشي مع اخت الدكتوره، يعني علاقه صداقه وحميمه. ومفيش وما حصلش نهائي ان في جامعتنا طالب تعدى على بنت او عكس بنت، مفيش حاجه زي دي بتحصل ابدا. فشايف ان المجتمع مستقر والستات واخده حقوقها عموما. يعني شايف ان في تفرقه عنصريه بين الراجل والست؟ في كل مكان، في كل حاجه، في كل مكان، حتى في الجروب بتاع الجامعه بتاعتنا. مين بقى جاي على مين؟ على حساب الولاد طبعا. يعني عندك لو عملت فيها بنت ممكن تاخد الماتيريال بتاع الامتحان نفسه، مش بتاع المحاضره كمان. شايفه ان في تفريق عنصريه بين الراجل والست؟ طبعا في تفريق كبيره ما بين الراجل والست. الست هي اللي مستحمله كل حاجه، هي اللي بتربي، وهي اللي صاحبه البيت، وهي المسؤوله عن البيت، وهي المسؤوله عن الراجل. والست لو تعبت شويه مفيش رحمه ليها على طول. الراجل مش قد حاجه، عادي مش شغل، انت مش قد الشغل يبقى ما تشتغليش. انما الراجل بس لو تعب شويه يقعد في البيت ولا اي مسؤوليه ولا اي حاجه، وانا تعبان وانت مش حاسه وانت. انما الست تتطحن وتتبهدل في الاخر، يقول لك الست واخده حقها اكتر من الراجل. شايفه ان في تفرقه عنصريه بين الراجل والست؟ والله هو لا غبار ان احنا في مجتمع ذكوري، بس لو احنا جينا للمجتمع والتطورات اللي حصلت دلوقتي، شايفين ان الست بتاخد حقها زي في البرلمان، ليها دور دلوقتي. كمان في مترشحين كتير سيدات. لو جينا للشغل والحاجات دي هتلاقي الستات دخلوا كتير في الموضوع، هنلاقي الدنيا بدأت تتفتح اكتر. لو جينا نشوف بقى التفريع العنصرية، فانا بشوفها احيانا بتبقى على الست واحيانا بتبقى على الراجل، فهي مش شرط ان هي تبقى على الست بس. المجتمع الذكوري ده نتيجة العادات والتقاليد والكلام ده، لكن احنا هنا اتطورنا زيادة، بقت الستات ليها دورها. ساعات كمان بتيجي على الرجالة، لان انا شايفة ان الستات بقوا ياخدوا دور شغل كتير جدا. يعني تلاقوا الستات اغلبها هم اللي بيشتغلوا، والرجالة مش لاقيين شغل بسبب ان اغلب الشركات والحاجات دي بتوظف ستات اكتر. فلو جينا نشوف نسبة العمالة صدقيني هتلاقي الستات هي اللي شغالة اكتر من الرجالة. شايف ان في تفرقة عنصرية بين الراجل والست؟ هو في مجتمعنا دلوقتي انا شايف دلوقتي ان في تفريق عنصري بين الراجل والست. شايف ان الراجل واخد حقه اكتر في المجتمع اكتر من الست. يعني هو ليه الكلمه، هو ليه واخد وضعه اكتر. في ستات كتير برضه عملوا انجازات كتير اكتر من الرجاله. يعني مثلا زي مين مثلا، وانا مش فاكر الاسم، بس انا زي مثلا ام كلثوم مثلا، هي يعني احسن صوت في الوطن العربي لحد دلوقتي. يعني ام كلثوم تعتبر رمز من رموز الغناء على المستوى العربي، ومش بيتكرر تاني. تمام طبعا، هو دي حاجه ناجحه برضو في حق الست برضو. ده حاجه في حق في موقف الست.